السلام عليكم. اليوم عندنا باسات ديزل. عم تقولوا لي ما عم بعملكم فيديوهات بالعربي، يلا اشتراك على زونات. اليوم رح نشوف شلون بدنا نكود الانجكترات. تعال افرجيكم الانجكترات. اول شيء هذول هن الانجكترات، البخاخات يعني. هذا الكود تبع البخاخ. فوكس موبايل، فوكس فوكس فوكس. هذا اوكي اللي هون بيبدا ب 8 بكذا، كل واحد عليه طبعا رقم 1 2 3 4. تعالوا نشوف شلون رح نكودون هدول. هلا تبدلوا، تبدلون صديقي ابو عبدو سيارته. فنحن وصلنا الاو بي دي الفي سي دي اس، بنحط لباسي بوس. بان غلط بنقول له ما في مشكله، طبعا غلط لانه شغال كابس لوك. اوكي طيب، معا اوكي بندخل لوين؟ دايركت على سيلكت، طبعا مفتوح السويتش. اوكي سيلكت انجن، بنروح على انجن. شفت احد الفيديوهات، هلا ليش انا عم بعمل هذا الفيديو راح اقول لكم ليش. شفت احد الفيديوهات على في سي دي اس نفسه، اوكي اجا بده يبرمجهم، قال لازم تحتاج للباسورد تبعيت السكيورتي اكسس. السكيورتي اكسس بيجي مع الباسورد تبعيته مع البرنامج. فنحن رح نعمل شغله، نحن هلا اذا دخلنا على ادابتيشن اللي هي معايره، واخترنا هون مثلا بخاخ رقم 1، هي عطانا الكود تبعيت البخاخ. ماشي هذا هو الكود الموجود هلا. طيب اذا قلنا له مثلا غير دوت، شوفوا يس، قال انه بده الباسورد يس، سكيورتي اكسس ريكوايرد. اوكي طيب شوفوا شو بنعمل. نحن بنرجع بنروح على سكيورتي اكسس. سكيورتي اكسس 27971 اوريدي هو البرنامج اعطانا اياه 27971 دوت. اوكي اكسبتد. هلا ادابتيشن، نروح على ادابتيشن. ادابتيشن رقم 1 عندنا هذول الكودات الموجوده على البخاخات الجديده، 1 2 3 4 5 6 7 ارقام لازم يكون في عندنا. نحن هون 8 بي كبيرة، 8 بي جي اي اف سي. اوكي ونقول له دوت يس يس. هون the appears to be an initialized control module valid vs is important equipment may be required click yes for video to use default value 1 2 3. اوكي شوفوا شو في عندنا هون شغله غلط. الكنترول موديول هون صفار، ما لازم يكون صفار. ما لازم تطلع هاي المسج. خلوني اعمل باس شوف ليش وارجع لكم. وهي رجعت لكم. الموديول تبعيت الكمبيوتر السيارة ما لازم يكون، شوف ولا هذا الكود اخده هاد هون، ما لازم يكون صفار. فهو كان عم بيقول لي انه لازم يكون في له رقم، فانا اعطيته 001، فما عادت طلعت المسج انه ما راح يخزن الكود، لانه هو ما كان عم يقبل تخزين الكود. طبعا هي هلا الرقم جديد، وهي الرقم اللي تخزن بالكمبيوتر السياره. بنعمل جو ونقمو جو باك. هلا السلندر ثالث، اوكي هي الكود الموجود، وهي نيو فاليو هون الرقم الجديد اللي بدنا نحطه اللي هو 91 HDEF. بنقول له دوت
قال انه هو يختلف، قلنا له ايه، قال لك بدك تبدل، قلنا له ايه. هلا انه الكنترول موديول اكسبتد انه قبله للرقم. اوكي هلا بنجي على السلندر الرابع. سلندر الرابع 8 8 2 8 2 ولا 8 زد، لازم نتأكد. ثواني مش انا كاتبهم للارقام للاسف. 8 2 2 اتش بي دي دي. نعطي دو ات يس ويس اوكي. هلا جو باك. اوكي نروح على فولت، نعمل نشوف في شيء بالفولت، ما في. جو باك go back go back اوكي exit. نطفي السيارة، شيل المفتاح، نستنى ثواني صغيرة، نرجع نشغل. بسم الله ندور. هلا بنرجع نتأكد منهم. راح الكمبيوتر دعكلي، نرجع نتأكد منهم بالكمبيوتر انه القيم دارت. حلو، تعال نشوف في دخان ابيض. ما في دخان ابيض. رائحة، ما في لا دخان ابيض ولا رائحة. تبرمجوا هيك، بتبرمجوا الكود الانجكترات. لا تنسوني من الدعم، من الدعاء، من الشير، السبسكرايب، الحلزونات، التماسيح. واذا في عندكم اسئله اكتبوها بالكومنت. ان في عندكم شيء معين حابين تستفسروا عليه كمان. السلام عليكم، الى اللقاء.